أعزائي طالبات وطالبات الثانوية العامة، هنكمل مع بعض وناخد الباب الثالث اللي بيكلمني عن المعادن. زي ما احنا قلنا الجيولوجيا عندنا عبارة عن 5 أبواب جيولوجيا. خدنا الباب الأول اللي هو علم الأرض وعرفنا طبقات الأرض المختلفة. في الباب الثاني اتكلمنا على المعادن اللي احنا نتكلم عليها دلوقتي، هي دي الباب الثاني بالنسبة لي المعادن. يعني ايه كلمة معدن؟ زي ما احنا قلنا في الباب الاول صخور القشرة الارضية. صخور القشرة الارضية عبارة عن 3 انواع من الصخور. صخور نارية، صخور رسوبية، صخور متحولة. هذه الصخور بتتكون من وحدة بناء وهي المعدن. إذا معنى ذلك لما أجي أقول المعدن بالنسبة للصخور هو إيه؟ المعدن هو الوحدة الأساسية للصخر. يبقى الوحدة الأساسية للصخر هي المعدن، زي ما بالظبط عندنا وحدة بناء جسم الكائن الحي هو الخلية. لما اجي اتكلم على المعادن وعايزين نعرف الصخور هل كلها بتتكون من معادن ولا في بعضها بيتكون من معدن واحد وبعضها يتكون من عدة معادن. وجدوا ان الصخر في منها انواع. معظم الصخور بتتكون من معادن عديدة، وبعض الصخور بتتكون من معدن واحد. زي مين من الصخور اللي بيتكون من معدن واحد؟ عندنا صخر اسمه صخر الكالسايت. صخر الكالسايت اللي هو بيكون لي بعد كده الحجر الجيري، ده بيتكون من معدن واحد وهو عبارة عن كربونات الكالسيوم. يبقى أنا عندي صخر الكالسايت اللي هو كربونات الكالسيوم، أو ألاقي واحد يقول لي حجر جيري، هو الثلاثة دول لحاجة واحدة اللي هو صخر الكالسايت. لو جينا اتكلمنا على معادن مختلفة بتتجمع مع بعض عشان تكون لي صخر يتكون من عدة معادن، ايه اللي جمع المعادن مع بعض؟ زي ما احنا عارفين ان اي حد بيجتمع في مكان اذا هناك في صفة او خاصية مشتركة بينهم. فإن نفس الكلام بالنسبة للمعادن المرتبطة مع بعض، اول حاجة المعادن العديدة دي بترتبط بقوانين كيميائية. إذا هناك قوانين كيميائية بتربطها ببعضها زي ما احنا عارفين الروابط الكيميائية المختلفة، وكمان بتربطها خواص كيميائية مشتركة. يبقى أنا عندي لما أقول الصخور أقول إن غالبية الصخور تتكون من عدة معادن بترتبط مع بعضها بقوانين كيميائية وبخواص مشتركة بينها. أما بالنسبة لي بعض المعادن، بعض الصخور بتتكون من معدن واحد، والمثال بتاعي اللي دايما بنكرره كتير اللي هو صخر الكالسايت اللي هو كربونات الكالسيوم أو الحجر الجيري. بعد كده بنقول احنا ليه بنتكلم على الصخور والمعادن؟ لأن احنا عندنا في حياتنا بنتعرض لصخور القشرة الأرضية، لازم نستفيد من ثرواتها. يعني لو في معدن بيبقى ذات قيمة اقتصادية لازم نستخرجه من هذه الصخور ونستفيد منه، بالإضافة إن احنا لابد من أن نتقي شر القشرة الأرضية زي الزلازل زي البراكين وغيرها من الكوارث الطبيعية اللي بتحدث في القشرة الأرضية. لذلك احنا بنتكلم على المعادن. عشان ندخل على المعادن ونعرف تفاصيلها لازم نعرف ازاي الانسان عرفها. فاحنا بنقول الانسان تعرف عليها منذ القدم واستخدمها، وحديثا ايضا استخدم. عايزين نعرف امتى اتعرف الانسان على المعادن. بقول ان الانسان اتعرف على المعادن منذ العصر الحجري. كلنا عارفين الإنسان الحجري إن هو كان بيصنع أدواته من الصخور أو من الأحجار. كنا بنقول عندنا في حجر اكتشفه اسمه حجر الصوان. حجر الصوان ده صنع منه الأسلحة والسكاكين والحراب اللي يقدر يعيش بيها ويدافع عن نفسه من الوحوش اللي موجودة معاه، بالإضافة إن هو يستطيع أن يصطاد بيها، وكمان الأواني والأدوات اللي بيستخدمها في حياته. يبقى أول معرفة الإنسان للمعادن في العصر الحجري، والصخر اللي تعرف عليه أو الموجود فيه هو صخر الصوان أو معدن الصوان. بعد كده تطورت حياة الإنسان وانتقلت إلى مرحلة
مرحلة جديدة غير العصر الحجري اللي هي بنقول العصر الفرعوني. عارف عندنا حاجة اسمها الألوان المعدنية. ايه الالوان المعدنيه دي؟ عباره عن لو احنا رحنا اي مكان اثري زي مثلا رحنا المتاحف الاثريه او رحنا مثلا مكان زي الاقصر واسوان هنلاقي المعابد والكهوف متلونه بالوان. الالوان دي لحد دلوقتي لم تختفي وما زالت موجوده. ايه السبب؟ لان الانسان القديم استخدم في تلوين الكهوف الوان معدنيه من صخور موجوده في القشره الارضيه. فعندنا مثلا الوان زي مثلا صخر او معدن الهيماتايت. الهيماتايت اللي هو اكسيد الحديد بنقول ان هو بيديني الوان لونها احمر. في عندنا كمان الالمانايت ده بيبقى لونه لون الليمون حتى اسمه جاي من نفس اللون. فاذا انا عندي هنا بقول الوان معدنيه استخرجها من صخور القشره الارضيه عن طريق المعادن اللي موجوده وذات الوان مميزه زي صخر الهيماتايت والالمانايت. الهيماتايت اللي هو الطوب الاحمر احنا بنقول انه لونه احمر، المانايت بيبقى لونه اصفر بالوانه وبدرجاته. بعد كده الانسان اختلف استهلاكه لان احنا زي ما احنا شايفين حياتنا في تطور. بدأ بعد كده لاحظ ان موجود في احجار كريمة، احجار ذات الوان زاهية فاستخدمها في الزينة زي مثلا الفيروز، زي مثلا الجامشايت. كل دي تعتبر هناخد كمان حاجة اسمها الملاكايت. كل دي ألوانها بتبقى زاهية فاستخدمها في الأحجار الكريمة اللي تستخدم في الزينة. بعد كده بنقول ان احنا اكتشف النار وعرف عن طريق النار ان هو ممكن ياخد الطين ويحرقه فيطلع له اناء اسمه اناء الفخار. فاذا معنى ذلك الطين ده او صخور الطينية بتستخدم منها صناعة الفخار من الطين. إذن هنا بنقول إن الإنسان تطور في استخدامه ليه أو اعتماده على المعادن من العصر الحجري ثم العصر الفرعوني بعد كده إلى عصر صناعة الفخار اللي هو عصر اكتشاف النار. لو جينا اتكلمنا على الحياة الحديثة أيضا اعتمدنا في الصخور والمعادن المكونة للصخور في صناعات عديدة. زي ما احنا بنعرف إن عندنا صناعة الأسمنت. صناعة الأسمنت أيضا بتعتمد على الكالسايت أو الحجر الجيري. كمان صناعة الزجاج. الزجاج اللي هو عبارة عن ثاني أكسيد السيليكون اللي هو الرمل. فإذا أنا عندي الحجر الرملي ممكن عن طريقه أخده واستخدمه في صناعات مختلفة زي صناعة الزجاج. نسمع كمان عن صناعة اسمها الحديد والصلب. الحديد والصلب بتعتمد على المعدن الحديد اللي موجود في صخور القشرة الأرضية. كمان اتطورنا هنا كنا بنستخدم أدوات من الفخار في العصر القديم، دلوقتي بنستخدم الصيني. الصيني ده بنسميه الخزف، والخزف بيعتمد على معدن اسمه معدن الفلوسبار. إذا معنى ذلك إن أنا عندي تطور استخدام الإنسان وتعرض لاستهلاك والتعرف على المعادن لأنه بيحتاجها في حياته سواء كان قديما أو حديثا. فممكن يجي لي سؤال يقول لي الإنسان القديم عرف المعادن منذ الأزل، فإذا هو بيكلمني على وجهة نظر واحدة للعصر القديم وبتكلم على تعرضه لي من أول الصوان للألوان المعدنية للأحجار ذات القيمة الاقتصادية أو الألوان الزاهية والفخار. لو قال لي حديثا يبقى بتكلم له على الصناعات الحديثة من أول صناعة الأسمنت للخزف للصناعات المتعددة. بعد كده عايزين نتعرف على كلمة معدن. أنا قلنا إن إحنا عندنا المعدن وحدة أساسية في الصخر. عايزين نعرف المعدن ده عبارة عن إيه؟ عايزين أنا لما أشوف حاجة في صخور القشرة الأرضية أو أما أشوف حاجة في الأرض أقدر أحكم عليها إذا كانت دي معدن ولا إذا كانت لا تصلح أن تكون أو يطلق عليها اسم المعدن. فلو جيت اتكلمت على المعدن بقول إن له مواصفات. أول حاجة لابد أن يكون مادة صلبة. ده نمرة واحد الشرط الأساسي. كمان بقول إن هو تكون عبارة عن مادة غير عضوية. يعني إيه غير عضوية؟ يعني مش ناتجة من جسم كائن حي، يعني مش من تحلل جسم كائن حي، لأ ده موجودة في الطبيعة، يبقى مادة غير عضوية صلبة موجودة في الطبيعة، يعني أنا ما صنعهاش، لأ هي موجودة في الطبيعة، إذن كده بحكم عليها على إنها معدن. هناك صفات أخرى وأساسية إنها تكون متبلرة.
يعني ايه متبلرة؟ يعني المعدن، انا لما بشوف معدن الحديد او سلك من النحاس او الحديد ما اقدرش اشوف مكوناته الاساسية، لكن في اجهزة حساسة ليه كشف عن التركيب الاساسي ليه، بلاحظ ان هو عبارة عن بلورات مترصة بجوار بعضها فبتديني الشكل بتاع المعدن. اذا كل معدن له شكل بلوري مميز. احنا بنشوف الكريستال في النجفة له اشكال مختلفة، تلاقي كريستال على شكل معين، على شكل مكعب، على شكل مثلا بنقول مثلا رباعي، أو أشكال مختلفة. الأشكال دي كمان بتميز المعادن عن بعضها. إذا كل معدن له شكل بلوري مميز. إذا هي عبارة عن مادة صلبة، مادة غير عضوية، متبلرة. إيه كمان الصفة اللي لازم تكون موجودة في المعدن عشان أقدر أحكم وأطلق كلمة معدن على هذه المادة؟ إن هي يكون ذات تركيب كيميائي محدد. يبقى لما اجي اعرف المعدن، بدايه التعريف طبعا المواصفات دي مين اللي عملها؟ الجيولوجي المتخصص في علم المعادن اللي احنا اخذناه احد فروع علم الجيولوجي. فانا عندي لما اجي اقول المعدن اقول هو الوحده الاساسيه للصخر، وهو ماده صلبه غير عضويه موجوده في الطبيعه متبلره ذات تركيب كيميائي محدد. يجيني سؤال ويقول لي هل البترول، هل الفحم يعتبروا الاثنين دول معادن؟ طبعا الإجابة خاطئة، ليست معادن. أول حاجة البترول مادة سائلة، وأنا المعدن لازم يكون عندي مادة صلبة. تاني حاجة البترول مادة عضوية لأنها ناتجة من تحلل أجسام كائنات حية، إذن برضو لا يصلح أن يكون معدن. بالنسبة للفحم هو مادة صلبة صحيح، لكن الفحم ده ناتج من أجزاء نباتية أو أنسجة نباتية اتدفنت وتحللت وتركز فيها الكربون وتحولت لفحم. إذا هنا لا ينطبق عليها شرط إن هي غير عضوية. يجي سؤال تاني يقول لي الجليد، هل الجليد يعتبر معدن؟ طبعا يعتبر معدن. ليه يعتبر معدن؟ لأن احنا بنشوف المناطق الجليدية في الطبيعة، هل الإنسان اللي وجدها؟ لا طبعا. ليه؟ لأن هي عبارة عن بيطبق عليها مواصفات المعدن، مادة صلبة نمرة واحد، مادة غير عضوية لأن هي عبارة عن H2O يعني مية، كمان متبلرة لأن أنا عندي لما بشوف التلج بشوفه عبارة عن بلورات زي أي لوح إزاز، ده عبارة عن بلورات. نفس الكلام ذات تركيب كيميائي محدد اللي هو H2O. إذا لما يجي سؤال الجليد يعتبر معدن؟ هقول اللي بينطبق عليه المواصفات وأذكرها. أما البترول والفحم لا يعتبر معدن، لأن هنا هنقول المواصفات اللي بتعاكس مواصفات المعادن. بعد كده عايزين نعرف المعادن اللي موجودة في صخور القشرة الأرضية، هل كلها عبارة عن عناصر واحدة ولا مجموعة من العناصر؟ قبل ما نتكلم عليها بنقول إن احنا عرفنا 100 معدن تقريبا، عرفناه وتعرفنا عليه وعرفنا الأهمية الاقتصادية بتاعته، لكن في الحقيقة اللي اكتشف 2000 معدن واللي تعرف على خصائصه 200 معدن. يبقى اللي تم التعرف على الأهمية الاقتصادية ل 100، لكن في الطبيعة اكتشفوا 2000، لكن اللي هم اتعرفوا على خواصهم هم 200 معدن. عايزين نعرف المعادن المكونة للصخر بتتكون من عناصر، ده اتفقنا. لو انا جيت قلت هنا مثلا الكالسايت اللي هو بيتكون من معدن واحد، قلنا ان هو كربونات الكالسيوم. كربونات الكالسيوم يعني CO3 والكالسيوم CA، يبقى CaCO3 يبقى عنصر الكالسيوم وعنصر الكربون وعنصر الاكسجين. اذا معنى ذلك ان المعدن، امشي بالترتيب بتاعي من الكبير للصغير تنازلي، الصخر بيتكون من معدن، المعدن بيتكون من عناصر، تمام؟ فعايزين نعرف العناصر اللي أكثر شيوعاً في صخور القشرة الأرضية. زي ما احنا عارفين، احنا هناخد كلمة كده بس من غير ما عايزاكم تحفظوا الكلمة دي، على أساس ان احنا من خلالها هنقدر نعرف المعادن اللي بتمثل عناصر فيها، العناصر اللي بتمثل جزء من المعادن نسبتها 98.5%. يبقى انا عندي لو جيت اتكلمت على المعدن بيتكون من 98.5%
عناصر هنقولها دلوقتي وواحد ونص في المية عناصر أخرى. إيه الفرق بين العناصر اللي هي 98.5% والعناصر اللي بتمثل 1.5%؟ أول حاجة دي عبارة عن عناصر 1.5، عناصر ثمينة منفردة توجد في الطبيعة منفردة بدون ما تختلط مع أي عناصر أخرى. زي إيه؟ زي الذهب، زي النحاس، زي مثلا الجرافيت. كل دي تعتبر من أمثلة العناصر اللي بتمثل 1.5%. إنما العناصر بتمثل 98.5% هناخد كلمة كده هنقولها أو جملة ليسأل حد كصابون. طبعا دي كلمة أنا رتبتها بحيث إن الحروف الأولى هناخد منها أسماء العناصر. عندنا ألف ده أكسجين، سين ده سيليكون، ألومنيوم، حديد حد، كالسيوم، صوديوم، بوتاسيوم، وآخر واحد مغنيسيوم. يبقى أنا عندي العناصر اللي بتمثل 98.5% هي عبارة عن الجملة اللي احنا عملناها أو رتبناها وألفناها علشان من خلالها ما اقدرش اتلخبط وانسى عنصر من العناصر. اسال حد كصابون. هنا بقى لو انتوا لاحظتوا من اول الاكسجين عنصر اكسجين لحد عنصر المغنيسيوم هنلاقي النسبه بتقل. اول حاجه لو جينا اتكلمنا على الاكسجين دي اكبر نسبه في معظم معادن الصخور موجوده في القشره الارضيه وبتمثل 46.6%. لو جينا اتكلمنا يبقى ده اكسجين. بعد كده السيليكون، السيليكون بقول هو اس اي، بقول ان هو 27.7%. بعد كده في عندنا الالومنيوم بقول ان هو عباره عن 21.8%. بعد كده في عندنا الحديد وده يمثل 5% وده العنصر الوحيد اللي النسبه فيه بتبقى نسبه بس ما فيهاش اي رقم 10. بننزل لحد اخر حاجه اللي هي بتبقى عباره عن 2.1% اللي هي عنصر المغنيسيوم. اذا معنى ذلك ده يعتبر ترتيب تنازلي لنسبه كل عنصر من العناصر اللي موجوده في صخور القشره الارضيه. بعد كده بنقول ان كل مجموعه من العناصر بتتجمع مع بعضها وبتعمل مجموعات معدنيه. يبقى انا عندي الصخر يتكون من مجموعه من المعادن او من عده معادن او من معدن واحد، والمعدن يتكون من عنصر او اكثر. عايزين نعرف مع بعض ايه هي المجموعات المعدنيه اللي بتكون صخور القشرة الأرضية أو معادن صخور القشرة الأرضية. بنقول إن إحنا عندنا خمس مجموعات. خمس مجموعات أيضاً تترتب تنازلي. يبقى أنا عندي المجموعات المعدنية التي تدخل في تركيب معادن الصخور القشرة الأرضية بقول هي عبارة عن أول حاجة بقول هي أكاسيت، وبعدين كربونات، وبعدين عندنا سيليكات، وبعدين كبريتيدات، وبعدين كبريتات. يبقى أنا عندي دي خمس مجموعات معدنية بتدخل في تركيب صخور القشرة الأرضية. عايزين بعد كده نتكلم على كلمة معدن تفصيليا. ندخل بقى في كلمة المعدن. احنا قلنا إن المعدن مادة متبلرة. إذا معنى ذلك إن المعدن ده عبارة عن يتكون من عناصر، تمام؟ العناصر دي بتتكون من ايه؟ ذرات. يبقى هو يتكون من عناصر ذراتها مرتبه خلاص في تنظيم وتناسق، او بقول في ترتيب منتظم متناسق عشان يبقى صح. خلاص يبقى انا عندي يتكون المعدن من عناصر ذراتها مرتبه منتظمه متناسقة في ترتيب منتظم متناسق. عشان تعمل لي ايه؟ عشان تعمل شكل هندسي مصمت اسمه الشكل البلوري. يبقى انا عندي المعدن يختلف عن معدن اخر في شكله البلوري. طب الشكل ده بينشأ من ايه؟ الشكل ده بينشأ من ان ذرات العناصر المكونة للمعدن الواحد
بتترتب في ترتيب منتظم متناسق. نتيجة الترتيب ده بتكون لي بلورة أو بتكون لي شكل هندسي مثبت. يبقى لما أقول البلورة هي عبارة عن إيه؟ العكس، شكل هندسي مثمر ينتج من ترتيب ذرات العناصر المكونة للمعدن الواحد المنتظم المتناسق. إذا أنا عندي في تعريف اسمه الشكل البلوري اللي هو الشكل الهندسي المثمر أو البلور. زي ما احنا عارفين لو أنا جيت بصيت على بلورة، أي بلورة من البلورات، الشكل بتاعها لما اجي ابص على كل جنب او كل وجه من اوجه البلوره، لو انا شفت مكعب مثلا، تخيلوا معايا شكل المكعب، لو بصيت عليه هلاقي ان المكعب ده كل وجه من اوجه المكعب او البلوره المكعبه بلاقيها مستويه. يبقى معنى ذلك ان الوجه البلوري او الاوجه البلوريه هي عباره عن الاسطح المستويه للبلوره. يبقى لما اقول وجه البلوره هو السطح المستوي فيها، لان هي عباره مش سطح واحد، لا ده عده اسطح عشان تكون لي الشكل البلوره. لو انا قلت الشكل اللي قدامي ده ادي 1 2 3 4، يبقى انا عندي 4 اسطح مكونين للبلوره وكلها اسطح مستويه. يبقى انا عرفت تعريف المعنى، عرفت تعريف الشكل البلوري، عرفت الاوجه البلوريه. عايزين نعرف بقى ايه الاركان الاساسيه للبلوره علشان اقدر اتعرف عليها. هل البلوره دي شكلها مكعب؟ هل البلوره دي شكلها معين؟ هل هي مختلفه؟ فهنا عندنا اركان اساسيه للبلوره علشان اقدر احدد الشكل. ايه الاركان الاساسيه؟ اول ركن من الاركان اسمه محاور البلوريه او المحاور البلوريه. البلوره عباره عن ذرات مترتبه، فبالتالي بيكون لها محاور. لما احنا بنيجي نشوف عماره من العمارات بيعملوا ايه؟ بيعملوا محاور او بيعملوا عيدان خشب كده، بيقولوا الاساسيات. الاساسيات او الاساس بيعملوها اركان من الخشب، حتى احنا بنشوفها خشب بيثبتوه، بعد كده بيرصوا على الخشب ده الذرات او الطوب اللي احنا بنتكلم عليه. وجدوا ان المحاور البلوريه عباره عن 3 محاور. بنرمز ليها اذا كانت المحاور دي متساويه لها رمز، واذا كانت مختلفه بتكون لها رمز. اذا كانت مختلفه في ايه ومتساويه في ايه؟ اذا كانت مختلفه في الاطوال، فاذا معنى ذلك برمز لكل واحده منهم برمز مميز اللي هو محور A، محور B، محور C. يبقى انا عندي 3 محاور بتبقى مختلفه في الاطوال، فبالتالي المختلفه الاطوال بسمي كل واحد لوحده منفصل عن الثاني A و B و C. طب إذا كانت متشابهة أو متساوية في الطول فبقول A1 بيساوي A2 بيساوي A3. يبقى أنا بديها رقم وكلها اسم واحد إن كلها A. فإذا أنا عندي هنا بقول أول ركن من أركان البلورة هي المحاور البلورية، وهي عبارة عن أطوالها. إذا كانت مختلفة بتاخد أسماء مختلفة A B C، إذا كانت متساوية باخد اسم واحد اللي هو حرف الـ A بس بسمي A1 A2 A3. طيب إيه كمان من أركان البلور؟ كمان بقول الزوايا بين المحاور. الزوايا تساويت اختلفت، هي اختلفة في الأسماء. احنا عارفين في الفيزياء في عندنا ألفا وبيتا وجاما، فاحنا بنسمي الثلاث زوايا نفس الاسم، زاوية ألفا وبيتا وجاما، حتى بناخد الرموز بتاعة الفيزياء. يبقى أنا عندي ألفا وزاوية بيتا وزاوية جاما. فإذا أنا عندي الزوايا بين المحاور هي ألفا وبيتا وجاما، دول 3 زوايا اتساووا بنحط بينهم علامة تساوي، ما تساووش واختلفوا بنحط لا تساوي اللي هي تساوي عليها خط نفي. فإذا أنا عندي هنا عرفنا إن الأركان الأساسية هي المحاور البلورية، هي الزوايا بين المحاور. عايزين نعرف بعد كده في واحد من الأركان ولكن قد تكون أساسية وغير أساسية، بس لازم نقولها، الركن الثالث اللي هو المستوى أو مستوى التماثل.
يعني ايه مستوى التماثل؟ لو جينا بصينا لجسم الانسان، لو انا قطعته بالطول كده قطاع طولي، هلاقي الجانب اليمين يماثل الجانب اليسار. فاذا نفس الشيء، احنا برضه نفس الشيء، في محور بيقسم البلوره او بينتصف البلوره، وابتدي احرك البلوره كانها عارضه ازياء، وابتدي اشوفها من جميع الجوانب. هل هلاقيها متساويه؟ الاوجه كلها متساويه لما دخل فيها المستوى ده او المحور اللي بيقسمها ده. اذا كانت متساويه يبقى ذات مستوى تماثل، اذا كانت مش متساويه ومختلفه من وجهه عن وجهه اخرى، اذا معنى ذلك لا يوجد لها مستوى تماثل. علشان كده بنقول ان مستوى التماثل ده ركن ليس اساسي. الاساسي عندنا المحاور البلوريه واطوالها، الزوايا اللي موجوده بين المحاور الثلاثه، تمام. بعد كده بقى عايزين نعرف ايه هي الاشكال البلوريه. وجدوا ان الاشكال البلوريه او الانظمه البلوريه بتاعتنا بتنقسم الى انواع. هنشوف مع بعض الانواع، لان انا بقسمها الى فصيلتين، فصيله لها ثلاث محاور وفصيله بيكون لها اربع محاور. فاحنا عايزين نشوفها مع بعض عشان نفهمها كويس. اول حاجه هنتكلم على البلورات عامه. أشهر البلورات وأكثرها تماثلا هي البلورة المكعبة. البلورة المكعبة قبل ما نتكلم عليها نقول إن إحنا عندنا هنقسم البلورات أو الفصائل البلورية إلى نوعين. نوع بيحتوي على ثلاث محاور، ونوع تاني في أربع محاور. يبقى الفصائل بتقسمها إلى مجموعتين أو فريقين، فريق بيحتوي على ثلاث محاور وفريق يحتوي على أربع محاور. لو إحنا جينا نتخيل مع بعض الثلاث محاور، آدي محور طولي، آدي محور أهو أفقي، ومحور تاني بيقطعهم، هم دول الثلاث محاور. يبقى احنا كده لو جينا اتكلمنا على الثلاث محاور اللي احنا بنتكلم عليهم، ادي راسي، ادي افقي، وادي محور بيقطعهم، فده هم الثلاث محاور بتاعتنا اللي بتترتب عليهم ذرات العناصر المكونه للمعدن الواحد. هنيجي مع بعض ونشوف الكلام ده. اول حاجه بقول الثلاث محاور هنا بنقول اذا كانت متساويه، يعني A1 يساوي A2 يساوي A3، دي معناها أطوال متساوية. وإذا كانت الثلاث محاور بينها زاوية قائمة والزوايا بتاعتها اللي بينها متساوية، فبقول ألفا تساوي بيتا تساوي جاما وبتساوي 90 درجة. إذن هنا بقول إن المحاور متعامدة، لأن الزوايا بين المحاور الثلاثة بتساوي 90 درجة، ودي بنشوفها واضحة جدا في المكعب. لو احنا بصينا على المكعب ادي محور اهو خلاص، وادي محور تاني، البعد او بنقول العمق بتاع الرسمة بتاعتنا اللي هي دي كده، اللي هي دي، هي دي المحور الثالث. لو جينا بصينا على الزاوية بين المحور ده والمحور ده، لو هنقول A1 A2، هلاقي الزاوية بينهم بتساوي 90. لو احنا بصينا على الوجه الثاني بين A1 و A3 اللي هو ده، هلاقي برضو الزاوية هنا تساوي كام؟ 90. إذا معنى ذلك إن المحاور الثلاثة بينهما زاوية قائمة تساوي 90. أشهر المعادن دي اللي هي بنقول عليها المعدن أو البلورة المكعبة، دي بتبقى بلورة تتميز أكثر تماثلا، لان انا لو قطعتها بالطول بالعرض من اي اتجاه بتبقى جميع الاوجه متماثله، او لو بصيت عليها من جميع الاوجه بلاقيها عباره عن كل وجه من الاوجه عباره عن مكعب، والمكعب متماثل يعني متساوي في الطول والزوايا بتاعته تساوي 90 درجه. يبقى اكثر الاشكال البلوريه تماثلا هي الشكل البلوري المكعبي او المكعب. ودي عندنا مثال واضح وبنحفظه اللي هو الهالايت، صخر الهالايت، صخر الهالايت اللي هو بالاسم الكيميائي NaCl.
اللي هو كلوريد الصوديوم. احنا هنقول عليه هنا هنتعرض له كتير، هنقول الهالايت، هنقول الملح الصخري، او بنقول عليه NaCl او كلوريد الصوديوم. يبقى البلورة المكعبة هي اكثر البلورات تماثلا. ليه؟ ويقال لي سؤال ليه؟ هقول لان اطوال المحاور متساوية والمحاور متعامدة، الزوايا بينها بتساوي 90 درجة. بعد كده في عندي الشكل الرباعي. الشكل الرباعي بقول ان هو يتشابه مع المكعبي، وعايزين نعرف ايه وجه التشابه. يبقى ده المكعبي اهو عشان نبقى عارفين نمره واحد. بعد كده في عندنا الرباعي، بقول الرباعي عنده هنا بالنسبه له اطوال المحاور بتاعته بتكون متساويه. وفي عندنا المعين، برضو المحاور بتاعته بتبقى متساوية. التلاتة دول في بينهم وجه تشابه وجه اختلاف. أول حاجة إن البلورة بتتكون من تلات محاور، نمرة اتنين Na1 يساوي A2 يساوي A3 سواء كان رباعي أو معين. بالنسبة لي الرباعي بلاحظ الاختلاف بينه وبين المكعب. الاختلاف هو زوايا المحاور. بلاقي إن أنا عندي الزوايا الفا، هعملها الاول كده الفا لا تساوي بيتا، لكن بيتا بنقول انها تساوي جاما وتساوي 90 درجة. يبقى الرباعي عنده اتنين او محورين متعامدين، اللي هو محورين اللي بينهم زاوية بيتا وزاوية جاما. انما المش متعامد المحور اللي بيكون لي زاوية الفا. هنا بقى بالنسبة للمعيني الفا لا تساوي بيتا لا تساوي جاما، انما المحاور الثلاثة متساوية في الطول. يبقى انا ممكن اقارن بين المكعبي الرباعي المعيني. وجه الشبه ان الثلاثة بيتحكم فيهم ثلاث محاور. الوجه الشبه الاخر ان المحاور الثلاثة متساوية، A1 تساوي A2 تساوي A3. الاختلاف في زوايا المحاور او الموجودة بين المحاور، هنلاقي في المكعبي الزوايا متساوية متعامدة تساوي 90 درجة، بالنسبة للرباعي زاويتين او محورين متعامدين وبينهم زاوية متساوية، انما الثالث غير متعامد. بالنسبة للمعيني الثلاثة الزوايا مختلفة، يعني المحاور الثلاثة غير متعامدة. بعد كده باجي على شكلين اتنين متشابهين ومختلفين مع بعض، اللي هو بقول عليه احادي الميل وثنائي الميل، او بقول عليه عديد الايه الميل. عندنا هنا بقول ان البلورة احادية الميل. خلاص، بالنسبة للبلورة احادية الميل دي بتبقى مختلفة في الاطوال المحاور التلاتة وبالنسبة للزوايا. نكمل ونقول عندنا البلورة اللي هي معينة الشكل، بقول عليه اسمه المعيني القائم. ليه بقول عليه المعيني القائم؟ لان انا عندي في المعيني القائم بقول ان الزوايا بين المحاور بتبقى متعامدة او بتساوي 90 درجة، فلذلك بقول عليها الفا تساوي بيتا تساوي جاما تساوي 90 درجة، فده المعيني القائم. نكمل كلامنا على البلورة الأحادية الميل. طبعا قبل ما ابتدي الجزء ده عايزة اعمل بس مقارنة في الجزء ده. الرباعي متساوي في الأطوال مع المكعبي، ولكن هنا الزوايا بتبقى متعامدة كلها وتساوي 90، هنا زاويتين بتساوي بعض والتانية مختلفة. بالنسبة للزوايا المتعامدة في المعين كلها تساوي 90، ولكن الأطوال بتبقى مختلفة. يعني A لا تساوي B، او خليها سمول عشان يبقى ثلاث زوايا، لا تساوي سي. الاطوال مختلفه. بالنسبه للبلوره احاديه الميل وثلاثيه الميل، البلوره او الشكل البلوري احاد الميل وثلاثي الميل في وجه تشابه ووجه اختلاف. ايه هو عندنا هنا بالنسبه لي احاديه الميل؟ بقول ان المحاور الاثنين بالنسبة لهنا في أحادية الميل وثلاثي الميل بتبقى المحاور الزوايا
بتاعتها مختلفة في بالنسبة لثلاثية الميل، لأن كلها محاور مايلة، فنتيجة إن هي محاور مايلة فبالتالي بتعمل زوايا مختلفة عن بعضها، فعشان كده بقول عليه ثلاثي الميل ألفا لا تساوي بيتا لا تساوي جاما. إنما بالنسبة للمحاور في الأحادي الميل اتنين متعامدين وواحدة منهم بتبقى هي اللي مايلة، أو محور واحد فقط هو اللي مايل، لذلك بسميها باللورة أحادية الميل. فبتبقى هنا ألفا تساوي بيتا لا تساوي جاما. يبقى أنا عندي في وجه تشابه بين البلورة أحادية الميل ومختلفة الميل. وجه التشابه إن المحاور متساوية والزوايا هنا كلها مختلفة، لأن كل المحاور بتبقى مائلة، أما في أحادي الميل بتبقى محورين متعامدين والمحور الثالث يميل عليهم، ولذلك بيكون زاوية مختلفة عنه. عايزين نتكلم على البلورات اللي هي عندها أربع محاور. يعني ايه بلورة عندها اربع محاور؟ زي ما احنا عارفين ان المحاور بتاعتنا التلاتة اهو، ادي محور خلاص رأسي، وادي المحور اهو، وادي المحور التالت. دول كل البلورات اللي احنا اتكلمنا عليها، سواء كان مكعب، سواء كان معيني، سواء كان اللي احنا قلنا عليه الرباعي واحادي الميل وثلاثي الميل، عندهم ثلاث محاور زي ما احنا شايفين. زي ما انتم شايفين الترابيزه اللي احنا فيها دي مستوى، فاذا الثلاث محاور على مستوى واحد اللي هو المستوى الافقي. المحور الرابع في السداسي والثلاثي اللي هم عندهم اربع محاور بيبقى محور في مستوى واحد مختلف عن المستوى اللي فيه الثلاث محاور. تاني عيد المعلومة، أنا عندي الثلاث محاور على مستوى الترابيزة اللي هو بقول عليه المستوى الأفقي، المحور الرابع موجود في مستوى مختلف أهو، ده مستوى رأسي فهو في مستوى تاني خالص مختلف عنه، بيبقى كده. فلذلك بقول إن سداسي وثلاثي، البلورة السداسية والثلاثية بتختلف إنها عندها أربع محاور، ثلاث محاور في مستوى واحد أفقي والمحور الرابع في مستوى آخر اللي هو مستوى الرأسي. هي دي الفكرة بتاعتها. هنيجي نشوف هنا الفرق بين الاتنين. زي ما احنا عارفين بنقول إن أنا عندي هنا أول اختلاف بين الأشكال دي والشكلين اللي احنا نتكلم عليهم في عدد المحاور. أربع محاور، ثلاثة في مستوى واحد اللي هو أفقي، والرابع متعامد عليهم وفي مستوى مختلف عنه. بنقول بلورة سداسية أو بقول عليها شكل سداسي، وبلورة ذات شكل ثلاثي. ايه الفرق بين الاثنين؟ التشابه ان هما الاثنين اربع محاور. الاختلاف كالتالي، اول حاجة وجدوا ان البلورة ذات الشكل السداسي والبلورة ذات الشكل الثلاثي الاثنين دول بيتشابهوا، فان الثلاث محاور متساوية. الاختلاف ان انا عندي هنا لما اجي اعمل محور تماثل وهنا اشوف محور تماثل، الاقي في الشكل السداسي يوجد محور تماثل، الشكل الثلاثي لا يوجد محور تماثل. يبقى انا عندي هنا بقول البلوره ذات الشكل السداسي الكبير عندها محور تماثل، يعني لو قسمتها الى النص هلاقي الاثنين متساويين. زي ايه؟ لو انا عملت الشكل بتاعها كده، ادي بلورة بقدر اقول عليها البلورة السداسية. البلورة السداسية لو انا قطعت بالشكل ده هلاقي النص اللي فوق قد النص اللي تحت، اذا هناك محور تماثل بيقسمها الى جزئين. بالنسبة للبلورة الثلاثية تبقى عاملة كده، لو انا جيت عملت الشكل ده كده اهو هلاقي ان انا عندي هنا الجزء ده مختلف عن الجزء ده. طب هقسمها من تحت هنا كده،
هلاقي برضو الجزء اللي فوق مختلف عن الجزء، لان انا لما باجي اقسم البلوره بوصل بين نهايه كل محور مع التاني، فلاقي ان انا عندي بالنسبه للثلاثيه الشكل بلاقي المحاور او محور التماثل بيقسمها الى نصفين غير متساويين، يبقى ده الاشكال البلوريه بتاعه المعاد. يبقى احنا كده عرفنا ان الفصائل البلوريه عباره عن 1 2 3 4 5 6 7 فصائل، يبقى عددهم كام؟ 7 فصائل. 5 لها 3 محاور، 2 لها 4 محاور، الخمسه دول في اوجه تشابه واوجه اختلاف، ان هنا اوجه التشابه ان كلها 3 محاور ولكن متساويه في الرباعي ومتساويه في المكعبي، وبتبقى مختلفة في المعينة. بالنسبة للزوايا بتبقى متعامدة في المكعبي، وبنقول ان اكثر الاشكال البلورية تماثلا هو الشكل المكعبي، وبنقول ان انا عندي اقلها تماثلا هي ثلاثية الميل، لان المحاور الثلاثة بتبقى بينها زوايا مختلفة، ولذلك بقول عليها مختلفة في كل الاوجه. بالنسبة للمحاور الاربعة بتوجد فيه فصلتين اللي هي الثلاثية والسداسية، بقول ان انا عندي يوجد الفرق الوحيد اللي بينهم محور التماثل في احدهم والاخر لا يوجد به محور تماثل. ده بالنسبه للاشكال البلوريه اللي بتجيلنا اسئله مقارنه بين شكل والاخر.